يتلو ولا معاد يتلو السؤال؟ أبي يتلو السؤال، خليه يتلو طبعا إجرائيا لازم يتلو. سؤال العضو دكتور حمد محمد المطر إلى وزير التعليم لتزويده بالتخصصات الطبية للبعثات في الخارج. مفروض يعني. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل أخ دكتور حمد. شكرا. لو رجعوا لي كم ثانية الأخ الرئيس. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الموضوع مهم جدا، وجميع الأعضاء اللي بالقاعة بل الوزراء بل المجتمع تفاعل معه. خطة الابتعاث الداخلي والخارجي. الأخ الرئيس، 50,000 طالب وطالبة تقريبا يتخرجون كل سنة من الثانوية العامة، والتخصصات الطبية تحديدا اهتمام كل أسرة. لكل مواطن الحق أن يكون طبيب أو طبيبة، وهذا الحلم يراود الأسرة من فترة، يعني يكون مشروع أسرة مدتها 15 سنة 10 سنوات. طالب من 10 سنوات يقول بصير طبيب، فالأسرة تتكيف على هذا المشروع والاستثمار البشري في أن واحد من عيالهم يكون طبيب أو طبيبة والتخصصات الطبية كلها. إلا أن للأسف الشديد تصطدم ببيروقراطية غير مسبوقة، عدم استقرار في الحكومة، التعليم التربية والتعليم تحديدا بالفترة الأخيرة صار لنا يمكن 6-7 وزراء في أقل من سنتين. بأن حتى الوزير الحالي، وأنا قلتها قبل أيام وكيل الوزير، نسمع في ثنايا الوزارة عن عدم ارتياح عدم استكمال، وأشوفه شيء طبيعي. شوف الأخ الرئيس، التعليم العالي الآن ما في أي استقرار، ما في وكيل بالأصالة، ما في وكلاء مساعدين، كل المدراء الإدارة كلهم بالوكالة. شلون نبي يستقر هذا الجهاز؟ طيب أمام هذا العدد الأخ الرئيس يتخرج من 50,000 طلبة الثانوية العامة من الحكومة والمدارس الخاصة. هنا بيت القصيد، يجب أن تكون لنا وقفة في موضوع المدارس الخاصة. الأخ الرئيس، المدارس الخاصة اللي يجيب 92 ياخذ 100%. 100% في خطة البعثات يعني هم ياخذون كل تخصصات طبية. طيب هذول شطار، اوكي تعالوا الحين بالاحصائيات بناء على الرد والردود اللي عندي لما كنت رئيس في الدور، رئيس اللجنه التعليميه في هذا المجلس في الدور الانعقاد الاول. نسبه تسرب طلبه الطب المبتعثين خريجين الثانويه العامه الخاصه مدارس الخاصه 30% اكثر من خريجين الثانويه العامه. هذا ياكد شنو؟ تضخم درجاتهم. وللأسف الشديد هذا الموضوع لا في عدالة ولا مساواة. ناهيك الأخ الرئيس عن التخصص القرارات العشوائية في اتخاذ بعض القرارات الوزارية، ولعل الأردن ومصر الأخير غير المدروس، وقلت لهم أنا هذا قرار غير مدروس، اضطروا اضطرارا، اللي راح على حسابه اضطروا قالوا هال300 ندفع لهم. زين وين العدالة في الموضوع؟ شلون انت يدعون ان وقف التخصصات الطبيه في الاردن ومصر لاسباب اكاديميه، بينما يخلون اللي يدرس على حسابه يكمل؟ اعطوني بالله فهمونا اي معادله هذه. ويذكر الدكتور عبد الهادي العجمي معاي في اللجنه التعليميه في الدور العقاد الاول، وقلنا لهم وردوا. الزين اللي ما ودى ولده على حسابه، وين العداله؟ ولذلك للاسف على حظنا الوزير غير موجود معتذر. وين العداله؟ طيب اللي ما راح على حسابه وراح دول ثانيه، لا افتحوا دول جديده ولا دول اوروبيه ولا دول عربيه. اكبر من اكبر جامعات العالم بالطب الحديثه جامعه غير ربحيه اسمها جامعه الراجحي. عجزت بالسعوديه غير ربحيه، تسعه بالعالم، وفاتحه لنا اكثر من 60 مقعد سنويا. واتصلت بشكل مباشر، طلعت فيديو في هذا الموضوع في البوديوم، واتصلت على المدير الجامعه وعميد كليه الطب، قال
مقاعد كبيرة لإخواننا في الكويت، وينهم؟ وينهم؟ وبيعالجون الخطأ بأخطاء. الآن بيسوون امتحان قدرات. القانون التطوير التعليم اللي قدمته مو امتحان قدرات، غير هاي مو فكرتي. بل الآن بيقدمون امتحان القدرات ما راح ينجحون فيه، والأعداد كبيرة وراح يصير مشاكل، وهذا كله يتحمل الوزير أخ الرئيس. للأسف الشديد نحتاج هذا الموضوع، مهم جدا. نتحدث عن تخصصات طبية، لا عدالة ولا مساواة ولا تخطيط ولا استقرار في التربية والتعليم. الأخ الرئيس 650 ألف طالب وطالبة، ولذلك الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للأخ الرئيس. قبل أن أبدأ الأخ الرئيس في فيديو ودي يحطونه مدتها 53 ثانية بعدين بكمل. الكويت اقتصاديا هو اعتمادنا على سلعة يتيمة هي النفط. تعزيز مواردنا المالية عبر توثيق وتوسيع صناعاتنا النفطية. أحد حلول هذه المرحلة هو ليس الاعتماد على تصدير النفط الخام، إنما تصنيع النفط وتصدير منتجاته للخارج. هذا المشروع سيقوم بخلق مئات الآلاف من الوظائف النوعية للشباب في الكويت. طيب، من باب أولى أن نشيل هذا المشروع ونحطه داخل أروقة قاعة عبد الله السالم حتى تصبح الكويت فعلا عاصمة النفط في العالم، أن تكون الكويت هي المغناطيس لجميع ومعظم المواد البتروكيماوية في العالم، بدلا من أن تكون مجرد حقل نفط وميناء. الأخ الرئيس، الفيديو هذا في 2020 تحدثت عنه، وهو يجب على الكويت أن تنوع مصادر الدخل، ولا يمكن أن نبدأ في أي مشروع لتنويع مصادر الدخل إلا عن طريق تعزيز القطاع الصناعي وتحديداً الصناعات البتروكيماوية التي أدت هذه الفكرة إلى مبادرة من أكثر من 100 رجل وامرأة من القطاع النفطي. الأحد الماضي الأخ الرئيس زرت أخونا أحمد راشد العربيد المهندس، صاحب الفكرة، هو فريق رئيس الفريق، هو يعني مريض شافاه الله وعافاه، وأسأل الله عز وجل أن يشافيه. رحت له بقول له مشروعك مشكور، اللجنة حطت مشروعك في قاعة عبد الله السالم وأخوانك، هو في حالة مرضية يحتاج منكم دعاء. المخاوف الأخ الرئيس راح تكون لي مداخلتين وراء بعض، لكن خلنا نعطيك المخاوف الأخ الرئيس، وأتمنى أخواني الأعضاء والحكومة تنتبه لها. شنو المخاوف من تطبيق هذا القانون؟ أولا، الكويت يوم من الأيام كان عندنا وزير النفط ووزير الأوقاف. يعني تخيل الأخ الرئيس، عشان بس أقول لك اهتمام هذه الحكومة، وزير النفط هو وزير الأوقاف. إذن ما له داعي أكمل عن اهتمام وأولويات، لأن لا يمكن أن يكون وزير النفط هو نفسه ذاته وزير الأوقاف. صارت مرة في شهرين، من شهرين أو أقل، جت لي دعوة من القطاع النفطي، عندهم مبادرة 2040 مبادرة القطاع النفطي. لما نصل 2040 عندهم هدفين: الأول نصل إلى طاقة إنتاجية 4 مليون برميل يومياً، ونصل كذلك إلى 2 مليار متر مكعب من الغاز، وكذلك نصل إلى زيرو إميشن، يعني موضوع بيئي يتكلم عن SDG Sustainable Development Goals. اللي شفته في هذا المؤتمر اللي حضره الوزير وكل المؤسسات، لا يرقى أن يكون مؤتمر صحفي، ما في أي حلم. أنا رحت أبي أسمع شنو في 2040، ما سمعت شيء. سمعت كل رئيس شركة طالع يسوق شركاته ويعطينا مفردات شركاته وصور شركاته. ليش أقول هذا الكلام؟ لأن هذا المشروع اللي اليوم نناقشه، هذا مشروع ستقوم فيه المؤسسة. ما طيب، مشكلتنا في تعزيز القطاع النفطي هي المؤسسة التي ستدير هذه الشركة، وبالتالي حتى نعالج هذا الموضوع يجب أن نعالج عمليات من البيروقراطية الكبيرة، من ترهل. مو أنا، التقرير يذكر. على فكرة الأخ الرئيس، ترى هذا القانون الحكومة تستطيع بأدواتها الحالية بقرار وزاري أن تؤسس هذه الشركة. ومع كل احترامي وتقديري أن تكون الكويت عاصمة النفط في العالم، المبادرة ترى جزء من هذا القانون.
ولذلك أنا طرحت على الأخوة مشكورين يعني استجابوا وما قصروا أن يكون هذا القانون بمداولة واحدة. ليش؟ حتى يكون هناك تفاعل مجتمعي. سأتحدث عن بعض النقاط التي وبعض القوانين وعندي تعديلات على قوانين طبعتها وراح أقدمها للجنة حتى في مداولة ثانية نقرها. لكن الأهم من ذلك الأخ الرئيس، هذه المخاوف قائمة بالتقرير، هيكل مترهل، بالتقرير يقول ميزانية، بالتقرير يقول بسبب البيروقراطية خسرنا 7 مليار دينار كويتي. بيروقراطية في من؟ ليس في المشروع، إنما في التأخير في المشروع. فشركات قائمة تأخرت في مشروع 15 سنة أدى إلى أن احنا صرفنا زيادة 7 مليار دينار كويتي. الوقت دكتور حسن جوهر، الدكتور بعثني ورقة يطلب فيها التنازل عن دور الدكتور حمد المطر، فإذا اضطر أن أسجلك تفضل محل الدكتور حسن جوهر. شكرا أخي الرئيس. ولذلك هذه المواخف المخاوف اللي قلتها مهمة أن نطرحها الآن في مداخلتي، لأن إن لم نتحقق منها ونزيلها سيؤدي هذا القانون إلى شركة. الفكرة من القانون 29 مادة أن تكون شركة قابضة تؤدي أعمالا. في المادة الثانية والثالثة حتى الرأس المال قالت تحدده بعد دراسة الجدوى. إذن القانون ما في تفاصيل فنية كثيرة، ولذلك الأخوة باللجنة لم يناقش القانون، ناقشوا الواقع اللي نعيشه المرير والبيروقراطية العقيمة اللي تعيشها كل مؤسسات البلد بما فيها القطاع النفطي. ولذلك هذه المخاوف بدأت بها حتى نستطيع أن نتجنبها إن كنا صادقين في أن نعزز القطاع النفطي ويكون رافد من روافد تنويع مصادر الدخل. الآن أخ الرئيس، شوف المادة السادسة على سبيل المثال تضع الشركة الدراسة بعض الأغراض، من أغراضها 9، الثامنة القيام بكافة الأعمال المالية والتجارية والاستثمارية بما يخدم نشاط الشركة. ولذلك هذا السبب الرئيسي الأخ الرئيس أني قلت لازم نخلي اليوم مداولة واحدة حتى يتفاعل المجتمع الفني والاقتصادي والاستثماري في هذا القانون. قانون ما في أفكار فنية. ولذلك ليش أنا بعطي شيء مكتوب؟ أتحدث من تخصص الأخ الرئيس، شهادتي الدكتوراه بالكيمياء الصناعية، وهذه المبادرة مالت أخواننا اللي قدموها، مبادرة الكويت العاصمة النطب العالم، لم تتضمن الفكرة من القانون هذه المبدأ اللي هم حققوه جزء منه. هذا إحنا القانون عبارة عن شركة، ولذلك في مداولة واحدة نستطيع أن هم تحدثوا مشكورين مع الفنيين بالقطاع النفطي. هذا لا يكفي، هذا مشروع لازم تتكلم فيه حتى مع البانكرز، حتى مع كل الاقتصاديين والاستثماريين. ولذلك الدعوة إلى أن لا يكون صفة الاستعجال الاستثناء الأخ الرئيس في استخدام المادة 104 بالتصويت على مداولتي هو استثناء. أتمنى أن لا يكون هذا الاستثناء هو الأصل في قوانين فنية اقتصادية بترولية تتحدث كذلك عن النانو تكنولوجي. أنا سبق في 2012 قلت حق وزير هني كان قاعد قدام، قلت له على ساينتيفيك بارك شنو هي في مشروع تنموي، يقول لي حديقة وباركينج وثيل وأطفال. أنا لو أسأل بعض الوزراء شنو النانو تكنولوجيا أخي الرئيس ما يعرفون. ولذلك مثل هذا القانون يجب أن يكون في تفاعل مجتمعي من أهل الاختصاص. ولذلك لما نقعد في المداولة الثانية نكون قد تفاعلنا مع أهل الاختصاص، ليس فقط القطاع النفطي، أيضا كذلك المبادرين اللي موجودين في اللجنة. تمديد لأخ الرئيس. شكرا لك. آيتين تفضل. شكرا لأخ الرئيس. أنا عندي تعديلات مكتوبة، جزء يتعلق بالمادة السابعة والمادة التاسعة تتعلق بالحوكمة. يعني مثلاً المادة السابعة قالت يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يتمتع بالخبرة والتجربة الكافية، لكن ما فقرة اللي حط على أن يصدر قرار من الهيئة بشأن شروط شغل عضوية مجلس الإدارة وطرق الإعلان عنها حطيت فيها بس نتأكد إحنا ما عندنا قانون تعيين قيادين. ففرصة الآن في قانون جديد أن نضع آلية من الحوكمة حتى لا تترهل هذه الشركة مثل مثيلاته، مثل ما تفضلت أسامة لما قلت على كبك. كيان ما له معنى ولا له قيمة
ولا له فايده ولا لا، ما في اي جدوى اقتصاديه. ولذلك اخواني مع كل احترام وتقدير الجهود المبذوله، ما طرحتوه عباره عن فكره واحده من سله افكار مهمه في مبادره الكويت عاصمه النط بالعالم. هي مبادره واحده، ولذلك القانون عباره عن تاسيس شركه فقط. وهذه الحكومه تستطيع الان بما تمتلك من قرار وزاري ان يتحول هذا المشروع الى قرار وزاري. طيب اذا احنا نبي نسوي قانون منه، خلونا ننوع الفكره ونجددها ونقعد مره ثانيه مع اهل المبادره، لان انا قريب من هذه الافكار جدا. يعني الاخ الرئيس من المخاوف الرئيسيه، احنا ما عندنا زيرو مكاتب استشاريه. الكويت من اكبر الدول المصدره للبترول، ما عندها مركز استرشادي ولا مركز بحثي. ناخذ ابحاثنا من برا. المس على للبترول لم يجتمع اخر سنتين، لم يجتمع. طيب ما هذه الشركه راح ناسسها وتروح لذات الادوات والمؤسسه المترهله. وبالتالي بختم الاخ الرئيس، خلونا اليوم نقر في مداوله واحده، مشكورين اخواني باللجنه، نتفاعل تفاعل فني معاها مع المختصين لاقرارها.